في هذا الفيديو سوف نقوم باشتغال قاعدة فنجان شكلها جميل جدا وأنيق باستعمال غرزة الفراولة. أنا هنا سبق واشتغلت هذا الموديل بنفس الغرزة، شكله جميل وراقي. لاشتغال هذا الموديل نحتاج إلى 3 ألوان. سوف أقوم بالاشتغال بإبرة كروشيه مقاس 2.5 ملم. سنقوم باشتغال دائرة سحرية نرتفع ب3 سلاسل، نشتغل وسط الدائرة 1 عمود، 2، 3، 4. سوف نشتغل 12 غرزة عمود بلفة واحدة. بعدما وصلنا إلى نهاية السطر سنقوم بتجميع الدائرة، نسحب الخيط هكذا تتجمع الدائرة، ثم نقفل بمنزلقة في أول سلسلة من 3 سلاسل ارتفاع. ونرتفع ب3 سلاسل. سنقوم بالاشتغال في هذه الغرز هنا مباشرة، 2 عمود بلفة في الغرزة الموالية، 2 عمود في كل غرزة. سوف نشتغل 2 عمود إلى أن نصل إلى نهاية السطر، فيصبح لدينا المجموع 24 غرزة عمود. وصلنا إلى نهاية السطر، نقفل بمنزلقة في أول سلسلة من 3 سلاسل ارتفاع، ثم نرتفع مجددا ب3 سلسلة، 1، 2، 3. وسنشتغل هنا مباشرة 2 غرزة عمود، 1، 2 في الغرزة الموالية، غرزة عمود في الغرزة الموالية، 2 غرزة عمود، ثم عمود، ثم 2 غرزة عمود. في هذا السطر نشتغل 2 عمود، ثم عمود، 2 عمود، عمود، 2 عمود. سنواصل هكذا إلى آخر السطر، سيكون لدينا مجموع الأعمدة 36 عمود، 12 في السطر الأول، في السطر الثاني 24، في السطر الثالث 36. وصلنا إلى نهاية السطر، نقفل ب منزلقة ونرتفع ب3 سلسلة، ثم نشتغل مباشرة في أول غرزة 2 غرزة عمود بلفة ثم في الغرزة الموالية
غرزة عمود، في الغرزة التي تليها غرزة عمود، في الغرزة الموالية اثنان غرزة عمود في نفس المكان، اثنان غرزة عمود، 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 اثنان غرزة عمود، ثم عمود، ثم عمود، ثم اثنان غرزة عمود. في هذا السطر تكون طريقة الشغل هكذا، اثنان عمود، 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 اثنان عمود في نفس المكان. وصلنا إلى نهاية السطر. هنا يكون لدينا مجموع الأعمدة في هذا السطر 48 عمود. نقفل بمنزلقة ثم نرتفع بثلاثة سلسلة، اثنان ثلاثة، نشتغل العمود الأول ثم العمود الثاني، لدينا هنا ثلاث أعمدة، عفوا. الآن سنقوم بإدخال اللون المغاير، اللون الأحمر. قمنا بعمل عقدة ثم نسحب من وسط الحلقتين، ونشتغل فوق الخيط الأبيض وهذا الأحمر. سنقوم باشتغال خمس أعمدة في نفس المكان، واحد، اثنان، ثلاثة، عفوا، أربعة، خمسة. قمنا باشتغال خمس أعمدة في نفس المكان. الآن نأتي إلى هذه الزاوية، يعني نقطة بداية اللون الأحمر، ندخل الإبرة هكذا ثم ندخل الإبرة في آخر عمود هكذا. سنقوم بإدخال اللون الأخضر هكذا، ثم نسحب من هنا. هذه الخيوط سوف نقوم بالاشتغال فوقها. الآن سوف ندخل الإبرة بين العواميد ونسحب الخيط الأخضر ثانيا، ثالثا، ثم رابعا هكذا. وسوف نقوم الآن بإدخال اللون الأبيض ثم نسحب من جميع الحلقات ونقفل بمنزلقة هكذا. هو شكل الفراولة. الآن سنمسك هذه الخيوط لنقوم بالاشتغال فوقها.
نلف الخيط. هنا اشتغلنا في الغرزة الموالية، سنقوم باشتغال غرزة عمود. في الغرزة التي تليها غرزة عمود، في الغرزة التي تليها أيضا غرزة عمود، مع عدم السحب في الحلقتين الأخيرتين. الآن سنقوم بإدخال اللون الأحمر هكذا. ونقوم بالاشتغال في الغرزة الرابعة. سنشتغل 5 عواميد في نفس المكان. 2 3 4 5. هنا اشتغلنا 5 عواميد. الآن سندخل الإبرة في أول غرزة، ثم ندخلها في آخر غرزة هكذا، وسنقوم بإدخال اللون الأخضر. وسوف ندخل الإبرة بين العواميد ونسحب 1 2 3 4، وسندخل اللون الأبيض. نلف الخيط ثم نسحب ونقفل بمنزلق. هكذا تشكلت لدينا الفراولة الثانية. نلف الخيط ونأتي إلى الغرزة الموالية، ثم نشتغل فيها غرزة عمود بلفة واحدة. في الغرزة الموالية عمود، التي تليها عمود، مع عدم سحب الخيط في الحلقتين الأخيرتين. الآن سنقوم بإدخال اللون الأحمر، ثم نشتغل في نفس المكان 5 أعمدة. ثلاثة أربعة خمسة. وندخل إبرة هنا في بداية 5 أعمدة وفي النهاية. الآن سندخل اللون الأخضر، ثم ندخله بين الأعمدة ونسحب 2 3 4، وندخل اللون الأبيض ونقفل بمنزلقة، ثم نلف الخيط ثم نشتغل غرزة عمود
بلفة واحدة. سوف نواصل هكذا إلى نهاية السطر. وصلنا إلى آخر السطر. وسوف نقفل بأنزلق ثم السلسلة. هكذا نكون أنهينا هذا الدور. نقوم بالارتفاع بثلاث سلاسل ثم نشتغل في هذه الغرزة. سنقوم باشتغال 5 عواميد بلفة واحدة، 3 4 5. مع احتساب 3 سلاسل بداية يصبح لدينا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. نقوم بإدخال الإبرة هنا في هذا المكان ثم نقوم بعمل منزلقة وننتقل مباشرة إلى الفراغ الموالي ونشتغل 6 أعمدة، 2 3 4 5 6. ثم نقفل في هذا المكان بمنزلقة وننتقل إلى الغرزة الموالية ثم نشتغل 6 أعمدة، 2 3 4 5. عفوا، 6. ثم نقفل هنا بمنزلقة. هكذا تتكون الحاشية. نواصل 6 أعمدة، 2 3 4 5 6. سنواصل إلى آخر السطر. بعدما أكملنا السطر قمت بإقفالها في بداية السطر بمنزلقة. أتمنى أن يكون الشرح واضح وبسيط.